سيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للشن يوم البارحة وصبيحة اليوم جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع مجموع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في قطاع الصحة. هذه الجولة تمحورت بالأساس حول مشاريع القوانين التي صدقت عليها الحكومة في مجلسها الأخير، والتي تهدف بالأساس إلى إحداث ثورة حقيقية بالقطاع وتنزيل التعليمات الملكية الثانية لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما أن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أبلغ مجموع الهيئات النقابية بالالتزام الشخصي للسيد رئيس الحكومة لمؤسسة الحوار الاجتماعي والوفاء بكامل الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك طبقا للتعليمات الملكية الثانية. في هذا اللقاء كذلك عبر السيد وزير الصحة عن تصميم للدور المحوري الذي ستطالب به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة. كما تم التأكيد على التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية والاستمرار في هذا النهج ديال الحوار وأسلوب تشاركي في الورد جميع هذه الإصلاحات حتى نتمكنوا من تطوير المنظومة الصحية الوطنية ديالنا باش تكون قادرة على مواجهة جميع التحديات المقبلة.